لا يخفى على أحد أنه منذ احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية عام 48 ونسبة تأييد الاحتلال الإسرائيلي بين الشعوب الغربية أضعاف نسبة تأييد الحق الفلسطيني بين نفس الشعوب، لكن المشهد اختلف كما يبدو، ويوما بعد يوم آخر تظهر بوادر تشكل مفهوم فكري جديد عند الجيل الشاب الأمريكي الذي أصبح يسخر إمكانات للتحول إلى الطرف الآخر من المعادلة غير المتوازنة وفق تعبير هذا الجيل، أي لصالح القضية الفلسطينية. والدليل على ذلك مشاهدينا أن الشعارات القديمة كحق إسرائيل في الوجود وضرب الإرهابيين أو معاداة السامية أصبح الآن ينافسها مصطلحات أخرى مثل نظام الفصل العنصري في إشارة إلى إسرائيل وسرقة الأراضي والتطهير العرقي. وبحسب مراقبين فإن عملية طوفان الأقصى والحرب الإسرائيلية غير المبررة على قطاع غزة دفعت هذه الشريحة الواسعة للعودة إلى كتب التاريخ بحثا عن الحقائق والاستشهاد بالمجازر التي ترتكبها إسرائيل في حق الإنسانية بقطاع غزة للدفاع عن القضية الفلسطينية. الفيديو الذي سنعرضه عليكم مشاهدينا يوضح جانبا من التحول الذي حصل بين شريحة الطلاب الجامعيين في أمريكا. في جامعة ماساتشوستس الأمريكية ثار طلاب على متحدث إسرائيلي يتنقل بين الجامعات الأمريكية لعرض تجربته كجندي شارك في حرب غزة، لكن هنا حدثت المفاجأة إذ استبق الطلاب المتحدث الإسرائيلي بإطلاق هتافات معادية لإسرائيل متهمين جيشها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، ما أجبر الجندية على التزام الصمت. هذا التحول الفكري للجيل الشاب الأمريكي يبدو أنه يثير مخاوف تل أبيب والإدارة الأمريكية. فقد كشف تسريب صوتي لجوناثان غرينبلات الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لرابطة مكافحة التشهير بأمريكا، وهو يحذر من خطورة انجذاب الجيل الشاب الأمريكي للقضية الفلسطينية على حساب تجريم إسرائيل. لنسمع ما قاله جوناثان. هذه الرابطة وهي منظمة يهودية تدعم إسرائيل وتحارب وفق تعبيرها حركة معاداة السامية كشف عدد من موظفيها السابقين لمجلة جويش كورينتس أن غرينبلات أعاد توجيه العمل اليومي للرابطة لاستهداف النشاط المؤيد لفلسطين بدلا من التركيز على معاداة السامية، ويشن حربا على النشطاء المؤيدين للفلسطينيين. وكانت مؤسسة جالوب الأمريكية قد أجرت استطلاعا كشفت فيه أن الشبان الأمريكيين من مواليد 1980 إلى 2000 يعبرون عن تعاطف متزايد مع القضية الفلسطينية، وهو أمر يثير قلق إسرائيل كثيرا. لنتحول مشاهدينا إلى مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل رواد المواقع مع هذا في هذا الشأن. حلمي مشالي يقول إن هجوم حماس في 7 أكتوبر كان نتيجة 75 عاما من القمع و17 عاما من الحصار. لو كنت أنت ولم تكن أي جهة ضعيفة أو عالمية تستطيع أن تساعدك على العيش حرا في أرضك، ماذا ستفعل؟ وأردفت أم معاذ قائلة: الصهاينة هم من ارتكب المذبحة، حماس أخذت الرهائن وركزت على الجنود، أما البيوت والناس على الشاطئ فقد استهدفتهم الدبابات الصهيونية والطائرات، وهذا حسب تحقيق الإعلام لديهم وشهادات جنودهم ومدنييهم. وبتغريدة الناشطة ريمال نختتم هذه القصة إذ قالت: لذلك قامت الحرب على تطبيق تيك توك وباقي التطبيقات زي الفيس والإنستا، فيها حظر على المشاركين بعدم إيصال منشورات التي تخص فلسطين والحد منها، كل بحارب غزة لكن الله معنا وسننتصر وستنتصر كلمة الحق.